السلام عليكم يا اهلي وناسي ومتابعيني في كل مكان من قناه بونجورنو شيف مع حسن. نهاركم سعيد، نهاركم جميل ان شاء الله. والنهارده جاي لكم بوصفه لذيذه جدا، واسرع وصفه بتتعمل هنا في ايطاليا. دي اسرع وصفه بتتعمل في 3 دقائق، ما بتاخدش وقت. هي التنظيف بس بتاع الكوتس او بلح البحر هو اللي بياخد وقت، انما في طبخها وعمايلها ما بتاخدش 3 دقائق على النار. الكوتس شكلها كده يا جماعه، اهوت، وبلح البحر اهوت. انا جايبها شبكات كده، كل ريتا فيها كيلو ونص، الريتا دي فيها كيلو ونص والريتا دي فيها كيلو ونص، شايفين؟ انا هفتح معاكم دلوقتي واوريكم بلح البحر. هو بيجي كده، هو لسه جايه فريشه وجايب الميه بتاعتها هي. هنفتح معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ده شكل بلح البحر يا جماعه، بيجي بالمنظر ده كده. طبعا اللي بتبقى مفتوحه كده او مكسوره كده بنرميها، متكسر او اللي هو المفتوح بنرميه ده كده. ودي الريحه الثانيه برضو هنقطعها ونشوف اهو. دي طبعا بتعمل بها مكرونات، بتعمل بها سلطات، بتعمل بها حاجات كتير جدا اهو. انا عندي هنا 3 كيلو كبسه طبعا المكسوره او اللي هي كده، انا هنقي كله طبعا وهنضفها دلوقتي وهوريكم التنظيف بتاعها ازاي. ده بيترمى كله اللي هو مكسر او فاضي ده اهوت، او اللي تلاقيها مفتوحه تترمى على طول لان بتكون بايظه وكده. عندي هنا 3 كيلو قدس او بلح البحر زي ما بتسموه، وعندي هنا 3 4 فصوص ثوم متقشرين سلام، وعندي زيت، وعندي فلفل. اللي عنده فلفل اسود يفضل الفلفل الاسود، انا ما عنديش الفلفل الاسود هستعمل الفلفل الابيض. ماشي، هقول لكم التنظيف ازاي وهسيبكم بقى ايه وانضفها مع نفسي بعدين لانها هتاخد وقت مني شويه. تنظيف طبعا، محط الشعر اللي هنا ده كله كده بيتشال بالطريقه دي كده، ولو فيها اي صخور ولا اي حاجه لازقه فيها لازما بننضفها كده بالسكينه كده بالطريقه دي كده. طبعا ننضف كل الصخور اللي بتبقى لازقه فيها كده اهوت بالطريقه دي. ننضف معاكم كمان واحده اهوت بالطريقه دي كده، نحط كل الصخور دي ونحوش الشعر كده. الشعر بتشد للجهه دي كده يا جماعه كده عند ديل الكوتسه كده اهو، شايفين؟ شايفين الصخور اللي بتبقى لازقه دي؟ طبعا بنحط بالسكينه كده، بنضبطها كده بالسكينه كده بالطريقه دي، بتحوش كل اللي عليها. ده طبعا هيتعمل كله على الحوض دلوقتي، بس انا قلت ايه هوريكم 2 3 عشان ايه تعرف تنضيفها ازاي. انا كده كده برضه هروح على الحوض دلوقتي وانضفها وافصلها عن بعضها، النضيف لوحده والايه واللي مش متنضف لوحده. الشعر بتاعها اهو بيبقى كده، ما نشدوش كده عشان لو شدناه بالجهه ديت كده العريضه ديت هتشيل كل اللحمه اللي في قلبها وهتبوظها، انما احنا بنعملها للجهه اللي ورا كده اهو. الشعر بالطريقه دي كده كده، ده شايفين الشعر بتاعها اهو، الريم والحاجات بتاعه البحر اهو طبعا بيتنضف وبيبقى لازق في بعض اهو. وبناخدها تحت الميه البارده ونحك كل الصخور اللي عليها كده، وهخلص كل الكميه وهرجع لكم بقى اقول لكم هتتعمل ازاي. ورجعت لكم تاني اهوت يا حبايبي، انا نضفت الكوتس اهوت كلها اهي ما شاء الله، طلعت جميله حلوه شايفين، بقت عامله زي العروسه اهي، جميله جدا اهي. وده الشوائب اللي طلعت منها، انا هوريكم برده سبتها عشان اوريكم الشوائب، شايفين؟ ده كل الصخور والحاجات اللي انا ايه نضفتها من عليها، وديت الكوتس اللي هي ايه مكسره ومفتحه والحاجات دي كلها برميها طبعا اهي. ودي الحاجات اللي كانت لازقه عليها دي كله ايه طلع منها، ده اللي كله طلع منها ايه برميه. وده بقى الكوتسه بتاعت نظيفه وحلوه اهي اهي. تعالوا معانا بقى ايه نشوف هنعمل فيها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. هتجيبي مثلا الطاسه بتاعتك او الحله او اي حاجه اللي هتعملي فيها، اهيت حطي الحله بتاعتنا على النار بقى، واي زيت متوفر عندك نحط ايه معلقتين 3 زيت كده كبار، ونحط 3 4 فصوص ثوم سلام. اسرع واجمل طريقه لعمل الكوتسه هنا، هي لها طرق كتيره جدا، هي لها طرق طويله، لها طرق كتيره جدا، بس الطريقه دي اسهل طريقه بتتعمل في 3 دقائق يا دوبك. بس الزيت يسخن معانا كده حاجه بسيطه، وبعدين
ممكن نحط الكدسة. انا مش هحط كل الكمية طبعا، انا هحط شوية صغيرين على قد الاكل بس، والباقي هخليه اعمل به مكرونة ان شاء الله في وقت تاني. بس انا بوريكم الطريقة اللي هي سريعة جدا اللي بنعملها هنا. طبعا الكدسة بتاعتنا متنضفة وجاهزة نص الكمية، لان طبعا هي هتفتح وهتسد معايا اهي كده بالطريقة دي. واغطيها كده، احط شويه الفلفل كمان لو عندك الفلفل الاسمر ماشي كويس، مفيش الفلفل الابيض برضو عادي مفيش اي مشكله. وهنغطي بقى كله لمده 3 دقائق على ما تسخن بس كده، تشم الصهد بس بتقوم مفتحه لوحدها وبتبقى جميله جدا. هنسيبها 3 دقائق معانا وبعدين هوريها لكم. انا هنا الكوتسه معايا اهيت، خلاص شايفين 3 دقايق بس، 3 دقايق شمت النار، شايفين اتفتحت وبقت عامله ازاي. انا بعملها بس كده قلبه بسيطه خالص كده عشان ايه كل اللي ما وصلوش الحراره يوصل. وساعات القلب بتاعها شايفين بيقع لوحده ازاي، اهوت بيقع القلب بتاعها بيفتح بينزل لوحده، شايفين ان شاء الله جميله ازاي. اول ما بتشم النار بتفتح على طول لوحدها اهي، فتحت كلها شايفين. القلب ده جميل جدا، طعمه روعة. هي صغيرة شوية مش كبيرة اهي، هي سخنة على فكرة اهي. تحطلهاش ملح يا جماعة عشان هي ملحة لوحده، هي ما بتحطلهاش ملح لان بتطلع من البحر اصلا ملحة لوحده. لو هنعملها في المكرونة بنزود الصلصة شوية لان الملح طبعا في الصلصة بتبقى ايه لما نحط الطماطم وكده، فالطماطم بتديلها طعم عادي بشوية، فبنقوم مزودين حاجة بسيطة. بس الكدسة لما بتتعمل لوحدها بالطريقة ديت ما بتحطلهاش ملح لان هي ملحة، شايفين اهي ما شاء الله فتحت معايا كلها وبقت جميلة اهي. الرستورانتات بقى بيفتح ايه بيغرفوها بالطريقه دي كده كده وهي سخنه كده، الرستورانتات الكبيرة في الرستورانتات الكبيرة بيعملوها كده وبيحطوها ايه ليمون وخلاص، لان هما طبعا مش هينضفوا لك في الرستورانت، بتروحي انت لوحدك وتنضف. انا كده هطفي عليها خلاص، انا ما عدتش محتاجة ان انا ايه اطيبها ازيد من كده، لان لو طابت اصغر من كده اللحمة بتاعتها هتصغر فيها. انما هي حلوة كده جميلة اهيت. طبعا بتتاكل ازاي، بيعصروا عليها ليمون جوه، بيشيلوا ديت كده بيشيلوا ديت كده ويعصروا عليها ليمون وياكلوها بالشوكة على طول كده، شايفين شكلها جميل جدا. بيعصروا عليها ليمون وياكلوها بالطريقة دي، بيعصروا عليها الليمون ويقوموا واكلينها بالطريقة دي كده، جميلة جدا طبعا بالشوكة. انا بستعمل ايدي الوقت عشان انا هنا في البيت في ايدي بايدي اهوت، وياكلوها طبعا في الرستورانت هيحط لك الطبق كده وانت مع نفسك بقى بتعصر عليها ليمون وتفتحها مع نفسك وتاكل مع نفسك. انما انا طبعا هنا في البيت عشان ايه بدلعهم بقى شويه بعملها لهم كده، متدلعين بقى عيالي بعملها لهم ايه بالطريقه دي كده. على فكره في الكدسه ساعات بتجي لنا برده متنضفه جاهزه، الشوائب والحاجات اللي انا نضفتها الاول دي بتبقى تجي لنا من اسبانيا، وبرضه من هنا من فروع من ايطاليا برضه، بس الوقت فيه ازمه وكده فايه ما تلاقيش الحاجات ديت متوفره الوقت كتير. طبعا ربنا يسترها علينا جميعا ويحل الازمه اللي موجوده في العالم دي كلها، وما يحصلش حرب عالميه ان شاء الله، وان شاء الله كل حاجه تبقى في استقرار، لان طبعا الاقتصاد بتاع البلد وبتاع البلاد عامه كلها بينزل في وقت الحرب وكده والغلا وكده، فربنا يسترها وايه وما تزيدش باذن ربنا الحرب على روسيا واوكرانيا ديت، فيا رب ما تزيدش واسترها علينا جميعا، لان الدنيا كلها ايه طبعا بتتاذى منها، مش بلد واحده يعني، العالم كله بيتاذى يعني.
فربنا يسترها وعدها على خير علينا جميعا يا رب، ورد كل مغترب لأهله يا رب، اللهم أمين. شايفين الكبسة بالطريقة دي كده. طبعا اللي مش عايزة تنضف بقى بتحطها في الطاولة، بتحطها في طبق كبير على في الطاولة، وكل واحد بياخد الكمية بتاعته وينضف بقى ايه اللي هو ايه على قد ما ياكل. يعني مش هتقعدي تنضفي بقى لكل واحد كده بطبقه كده، فانت ايه بتقومي راحة حطها كلها في طبق كبير او سلطانية كبيرة وتحطها في نص الترابيزة، وهم ايه كل واحد بياخد بقى ايه اللي هو ايه اللي هو حبه او الكمية اللي هو عايزها. على فكرة هنا الطلاينة بياكلوها برضو طرية، او لما تطلع من البحر لسه وهي صحية بيعصروا عليها ليمون وياكلوها على طول طرية، بس تكون لسه جاية فريش، يعني مش يسيبوها بقى لما تقعد يومين وبعدين ياكلوها كده، لا تكون لسه صحية فريش كده من البحر، اللي هم الصيادين او اللي هم مثلا اللي عندهم منشات كبيرة بيروحوا يتفسحوا ويصطادوا كده. ربنا يوعدنا جميعا يا رب، اللهم امين، يكون عندنا لانش كبير كده. فطبعا بتوع الصيد بياخدوها وياكلوها على طول، بتكون لسه فريش يعصروا عليها الليمون وياكلوها كده، بيبقى لها طعم تاني طبعا وتبقى جميله جدا، تبقى لسه طالعه فريش من البحر تبقى طعمها حلو. وده الشكل النهائي اهوت يا جماعه، شايفين الطبق طبعا لو هتقدميه لبيتك واولادك هيبقى بالطريقه ديت كده، كل واحد يشيل بقى اللي هو عايزه كده ويحط عليه ليمون وياكله. وطبعا ممكن تعمليه بالطريقه ديت كده، تحط كله مع بعضه وهما بقى ايه يطلعوا على السفره ينضفوا كل واحد برده الواحده بتاعته، مفيش اي مشكله، برده جنبها الليمون. وطبق روعه، طبق جميل جدا بصراحه، طعمه وهم، واسرع طريقه هنا بصراحه للكوتس. الكوتسه ديت حاجه طعمها جميل جدا، والميه اللي بتنزل منها كمان اللي احنا عملنا فيها الكوتسه، اللي الكوتسه نزلت من الكوتسه وهي بتتبخر كده، هي بتنزل ميه لوحدها، يعني الميه دي طعمها جميل جدا. ممكن تتعمل في شوربه السمك، ممكن تتعمل في شوربه السي دي فو، ممكن تشربوها كده مع المكرونه، تحطها في المكرونات وجميله جدا. الطبق ده اسرع طبق كوتسه هنا بيحبوه الطلاينه، بيتحط زي انتباست كده او مسليات على الترابيزه قبل ما الاكل بيجهز. شايفين طعمه، شايفين جماله، شايفين حلاوته، طبق روعه، طبق جميل جدا. ده النهائي بتاعه هو، شايفين القدس شكلها عامل ازاي، جميلة جدا، شايفين اهو. ده طبعا اللي متنظفة كده لو هتنظفها لأولادك في بيتك اهوت، وده طبعا ايه لو انت ايه مستعجلة ممكن تعملها برضو بنفس الطريقة كده وتحطها في الطبق كده وخلاص، وهم ايه ينضفوا على الترابيزة بقى وخلاص. شايفين الجمال، شايفين الطعمة، اسرع طبق قدس في ايطاليا هنا بيعملوه في الرستورانتات او في البيت او في اي ايه مكان هتاكلوا فيه، طبق روعه. يا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من قناه بونجورنو شيف مها وحسن في فيديو اخر ان شاء الله.